يلا اوكي المرحلة اللي بعدها المرحلة الرابعة. يا مين على بيكم فصل؟ واحد فصل هو سعد. يلا خلينا نفس الشخصيات. شخصيات لا تخبط خي. احس ان هذا وشو هذا؟ ايوه هنا الورقة. ايوه لحم بنت تقطيع. لحم تقطع بعدين نحط بالفرن. كان بدي جهة التقطيع. لا لا خليك هناك. ما اعرف زين ايش اسوي هنا. زين تعلم. يلا. لا حطهم سعد لا حطهم بس في النص لا تروح اخر اخر الدنيا. خلاص اوكي هذا تطليها وهذا خبز راح احط لكم خبز. زين من الاخضر الحين حط الخبز على الصح صح. زين هو البيس حق الخبز حق كل همبرجر لازم اوكي هذا خس حق البرجر اللي بعدها لان اول برجر بدون خس هذا اول برجر وجهه وجهه ثاني برجر مع خس حط الخس واحد يلا حط الخس حط الخس لا هو قال يحط على واحده انا اشتغل واحده فيها لحم اوكي مو مشكله نحط اللحم الحين ابي لحم اجل يلا 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 اشتغلت قاعد اتفرج عليهم انت ابغى اجيب لك الانجريدينت بالضبط زين صحن يمك غسل الصحن ان شاء الله هلا بس ابغى اجيب لك الانجريدينت زين خلي الانجريدينت على جنب عشان عندنا الفون فوق حاطها تحت ها تبغى من الصحون قلت انا اقرب لك وانت ولا الصحون تحت الصحون الصحون لا خليها قدامي هنا زين والانجريدينت اخليها تحت ما ادري لا صف الصحون تحت صف الصحون تحت اي الصحون صفت النظيفه تحت يا اوكي يلا ثم خس اي خس هذا خلصت اوكي يلا انت تبع تسلم الصحون بعد زين قول لي انت يا صح ايه. خلصت في اكل قاعد يحترف اي اوكي هذا تبي خبزه صدق خبز 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 زين حط اي حط حطها وسلمها اي اسلمها على صحن فاضي يا ميت شنو اوكي بليت 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 زين هذا بليت موجود اوكي يلا هذا شنو هذا الطماطم حطها بالبقع حطها بالبقع الطماطم في واحده فيها لحم في واحده فيها لحم سعد قاعد يتفرج يبينا نفصله على الراكون هذا سوي زحمه هو شوف ما مفروض واحد يجيب لحم يجيب لحم بعد خليه كلهم يشتغلون طبعا عندي جنب حطر بحوض انجريدينت بخلي لك اياه فوق واحد بس همبرجر ولا لحم هذا في ماسكه هذا بس كله بس هذا حطوا لحم ولحم وخبز لحم وخبز هذا حط في لحم في طلبين لحم وخبز اي في ثلاث طلبات لحم وخبز بس اوكي سلم راح احطها هذا مو مطبخ اوكي تبي تسمم زبايننا شايف بغلط اوكي هذا اوكي يلا يلا هذا انجريدينت صعب شوي اللحم حطه بالفون زيده ابدا تحط تحت امسك صحن الحين هذا في واحد فيها طماطم هذه فيها طماطم هذا طماطم واحده طماطم وخس صحن هذا صحن يمك اخذه صحن وسط هذه واحده الوضع صح هلا خلص حط حط شو اسمه واحده الخس ولا هذا خبز صحن في خس هذا وصلنا هذا الصحن جاهز دقيقة يلا يلا وديه على طول لا تقعد لان ان شاء الله 60 سكند اي ادري ادري هذا قاعد يحترق اي بحط الصحن كذا وجهه 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 على طول 6 سكند زين ودي بعد لا 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 تديها حط فيها خس ما في خس حطيت انا خس اسمه خلاص كله من هذا زين توقعت واحدة اي كله من الماكون اكيد اي راح اخرب البلان من البدايه اي يلا اللي بعده اللي بعده اوكي بعده يلا يلا اضغط اضغط اضغط
شنو بقى بعد؟ انا بقطع انت روح لا شوربه زين ببي بس بشرب ها ضيق المكان صحيح اي اوكي عشان كذا زين زين وين الجدر هياك؟ لا 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 تحطه فوق حطه تحت اي انا جدر تحت صاير خلاص انا بحط لكم انجريدينت هنا الحين طماط واخذ من الازرق واخذ طماط جدر مشوق اي حط فيه مشروم زياده خذ المشروم يبي طماط الحين وايد اشوف اي اي يلا 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 قاعد احط لكم طماط في ثلاث جذور يعني المفروض ثلاث جذور شغاله اصلا اي 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 طماط طماط طبعا كفايه الحين الحين مشروب مين هذا الاخضر؟ وخا تحاول اخذ وقصص قصص اي قصص يا عاد نبي نبي طماط طماط هذا طماط جاهز مقطع يمك يلا ترى الحين بعد وصل ولا مشروب في بصل اي خليك بس طلع انجريدينت تحطهم على جنب قاعد احطهم على جنب ابي شو اسمه مشروب 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 نبي مشروب هذا كمل مشروب هذا مشروب اخذ نعم مشروب ثاني بعض انت قاعد تقطع بصل انت انتبه هلا اي نو اي نو بس انا قاعد احط شو اسمه خذ المشروب طماط يبي لنا مشروب هذا شو مشروب مقطع المشروب مشروب 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 شنو شنو لا حتى لا حتى دقيقه بجيب على الحين حط مشروم زيادة نبي مشروم هذا مشروم جاهز ثلاثة هنا على قطعهم بس شنو بعد بصل 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 قطع قطع لا لا مو بصل مو بصل طماط 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 انزين طيب اوكي واحد شنو دخلنا جو جدة الحين دخلنا كذا كنا صدق مطبخ ناقص الجولدن رامزي يجي بعد يور ان ايديت ساندويتش ما تاري ايم ان ايديت ساندويتش اوكي شنو بعد شنو بعد نبي بصل بصل هذا بصل بصل بعد بصل بعد زيادة ايه بصل واجب لان طلبين بصل طلبين بصل انزين اوكي الحين طلب واحد المفروض خلص الحين حق الطلب الثاني بعد واحد زيادة اوكي بعد بصل صحن جاهز على هذا هذا المشروم هنا جاهز المشروم خلي واحد ياخذ منه بس في بعدين قطع قطع بصل بصلة بصلة واحدة نبي بصلة واحدة بصلة اي ابو نظارات مقطع شي صحن وصل خلنا غلغ بس بسرعة يلا اوكي الحين يبينا يبينا طماط كمية طماط زين زين هذا طماط شيل هذول قفهم عندك هذول وزن بعد هذا طماط هذا طماط شنو بعد؟ بعد طماطة بعد زين في مشروم مجهز نبي نبي كمية لأن طلبين طماط بعدين طلبين بصل طماط وبصل بس ما تحس طماط وبصل هذا بصل طلب خلص اوكي شو بعد؟ باقي بصل وطماط اوكي باقي بصل الحين بصل هذا البصل هنا جاهز خليه يمسك قطعه بعد بصل ها؟ شنو 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 البطل واقف شنو بدل من عندك بدل من عندك اي اي يلا 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 اوكي باقي تسع ثواني تسع ثواني يمكن نلحق نوصل الطلب يلا اي يلا خلاص ما عندي قاعد تقطع خلاص الطلب يوصل اول خلنا نشوف احس انه ودد بتر هالمره بدايه ايه ثلاث اجوات نايس يس يس اوكي جود جود جاب جود جاب